منهج أكسفورد ديسكفر من جريد 1 لجريد 6. طبعاً معظمنا يعرفه وبيدرس في مدارس كتير. أنا هنا عشان أساعدكم في مذاكرة المنهج بطريقة مبسطة جداً. أهلاً بيكم، أنا نهى لطفي، مدرسة إنجليش لأكتر من 15 سنة، بدرس مناهج كتير وهعمل لكم كورسات تساعدكم تتكلموا وتنطقوا صح. هنبدأ بالمنهج ده وهيعجبكم كطلبة وأولياء أمور، لأني هساعدكم تفهموا كويس وتقدروا تذاكروا لأولادكم بنفسكم في البيت. هنشرح بالإنجليش والعربي ونمشي خطوة خطوة لحد ما نقدر نستغنى عن الشرح بالعربي خالص ونسمع كله إنجليش بس، وده عشان ننمي اللغة عندنا. ما تنسوش تعملوا شير وسبسكرايب واستنوني في فيديوهات جديدة.